علاقتي بقى لسه بلشت من اول غنيه هي عملتها اللي هي كانت غنيه بدي دوب. انا كنت بلبنان وسايق سيارتي وطلعت غنيه على الراديو، هي غنيه بدي دوب وجذبتني كثير الغنيه، وصار عندي حشريه اعرف مين عم بيغني لانه كانت اول غنيه لي لسه ولسه ما كانت معروفه كمغنيه وقتها. صرحت وبرمت ودورت ولقيت مين اللي عم بيغني، انه وحده اسمها اليسا. ومن وقتها تحولت اليسا لتصير عشقة بالفن، عشقة بالاغاني، بكل شيء بتعمله هي، من شكلها للوك لاحساسها لاغانيها لصوتها لكل شيء. ومن هون ابتدى مشواري اذا بدك مع اليسا، يمكن فان مقرب اذا بدك. وهذا الشيء اكيد بعود لاليسا اللي اعطتني المجال انه اقدر اوصل لهذا الشيء اللي هي اللي حطتني فيه اذا بدك. مسيرة اليسا بعتقد اليسا كانت مسيرتها كتير ببدايتها كانت كتير صعبة وتعبت كتير. يعني اليسا بصغرها كانت اول شيء هي تربت او راحت على مدرسة داخلية، ومن الداخل طلعت، يعني كلنا بنعرف انه المدرسة الداخلية يعني she was far away from the family، وهذا الشيء يمكن اعطاها شخصية قوية اللي هي بتتمتع فيها هلا، وانا بلاقيها ميزة فيها، مش عيب مثل ما بعض الناس ممكن يعتبروه، لا هذه ميزه حلو الانسان يكون عنده شخصيه قويه تقدر يوصل للي هو بده اياه. فمسيره اليسا كانت شوي صعبه اول شيء، لانه اول طريق هي بلشت كانت تغني بعتقد بحفلات كثير بسيطه، كانت كثير صغيره، وبوقتها بسنه 90 بعتقد كان في استديو الفن اللي هو برنامج للهواة بلبنان، اللي هو كان من اكبر البرامج للهواة او هو الوحيد، وكان برنامج كتير كبير وكتير كتير كتير فخم وكتير على مستوى عالي اذا فينا نقول، وبعتقد كل الفنانين الموجودين هلا اللي هن نجوم كلاس اي طلعوا من استديو الفن. قدمت على استديو الفن واخذت الميدالية الفضية، ما كانت الميدالية الذهبية، عطاها دافع هذا الشيء تشتغل اكثر على حالها. مضت عقد مع استديو الفن و ما عملوا لها شيء صراحة ولا قدموا لها شيء، يمكن لأنه كان الموجود باستديو الفن وقتها اللي هو الأستاذ سيمون أسمر مثل ما هو اعترف وقال أنه هو بوقتها ما آمن بأليسا. تركت استديو الفن وفسخت العقد معهم وبلشت تشتغل على حالها، وأطلقت أول ألبوم لها اللي هو بدي دوب، وعملت ضجة إذا بدك بالعالم العربي الألبوم كامل، وبلشت تنطلق بمسيرتها اليسا. عملت تاني ألبوم اللي هو كان أخرتها معك، السينجل اللي هو بتغيب بتروح مع راغب علامة، يمكن كان الهيت الكبير بكل الألبوم، وطبعا هي اعترفت كمان بهذا الموضوع، فدورت على الشيء اللي خليها ما تقلع وما تطلع أكثر من بدي دوب، واشتغلت عليه، وطبعا انطلق من بعدها ونزلت ألبوم عيشالك اللي هو كان النقل الكتير كبير لإليسا اللي بعتقد كسرت فيه الدنيا. عيشالك أحلى سنين في العمر يا ضي العين، وبقلبي يا غالي حنين وغرام من أول يوم في هوا، كان حلمي أكون ويا. وكسرت فيه وعرفوها كتير بالعالم العربي لأنه الغنية كانت كتير رائعة، والألبوم كامل كان كتير حلو، كان فيه نزلت نوع جديد من الأغاني إذا بدك، نوع جديد من الأغاني الرومانسية اللي كان فيها إحساس كتير كبير واللي هي بتتمتع فيه طبعا ملكة الإحساس اليسا. من بعدها بلشنا ألبوم ورا ألبوم اليسا تثبت أكتر وأكتر أنه هي عن جد فنانة كلاس اي بمستوى عالي، كل ألبوم كان أحلى من ألبوم. وبالنسبة لإلي وبالنسبة لكتير كتار، اليسا الألبوم تبعها يمكن من الألبومز الوحيدين تبع الفنانين اللي الألبوم كامل بيكون أغاني حلوين.
روتانا أكيد أثرت كتير وقدمت كتير لإليسا، لأنه كمان الفنان لوحده كمان ما بيقدر يعمل كل شيء. يعني إليسا كانت تعمل الألبوم كامل، يعني من الغلاف للأغاني للألحان للكلمات للتوزيع لل كل شيء كانت تحضره وتقدم السي دي كامل مثل ما هو لشركة روتانا. وطبعا شركة روتانا حاليا ووقتها كانت هي من أكبر الشركات الموجودة بالعالم العربي، شركات إنتاج، وطبعا عرفوا كيف يسوقوا لإليسا وعرفوا كيف ينزلوا الألبومات بطريقة منيحة ويعملوا دعايات حلوة. وطبعا لما تكون المادة بإيدهم مادة كتير قوية وكتير كبيرة طبعا رح تفرض حالها على الكل وعلى كل شيء. هي نجمة كبيرة وفنانة ناجحة. بأول World Music Award بتربحه اللي هو كان على ألبوم أحلى دنيا بال 2005، فكانت The Best Seller in Middle East and Africa. فهذا الشيء كان كتير كبير لها وكانت كتير كتير مبسوطة، ونحن كلنا طبعا كلنا مبسوطين لأنه كانت عم تاخد جائزة عالمية منا جائزة عربية، وهذا الشيء كتير مهم. ولكن بعد الصحافة إذا في بسميها مثل ما بسموها صحافة صفرة، انتقدوا إليسا وقالوا إنه هي وشركة روتانا اشتروا الجائزة، وكتير زعلت إليسا لأنه كانت راجعة عالم العربي جايبت لهم جائزة عالمية كفنانة عربية لبنانية، ضايقت كتير بهالشيء والانتقاد اللي عملوه فيها. Thanks روتانا. Thanks everybody. Thanks دير الأحمر. And big thanks Prince Walid bin Talal. حطت براسة انه هي بدها ترجع تاخد جائزة تانية وتثبت لهم انه هي فيها تاخد، واخرتها عن جدارة ومش دفع مصاري ولا اي شيء، لانه اذا دفع مصاري كل الفنانين وكل الفنانات معهم مصاري واي حدا بيقدر يشتري. بعتقد ساعتها رح يصير في مجزرة اشترى لانه كلهم معهم مصاري. Present the award for best-selling Arabic artist. Please welcome Victoria Silvstad. Congratulations. This is for the world's best-selling Lebanese artist of the year. Here you go. أخذت رجعت الجائزة للمرة الثانية وللمرة الثالثة، وبعتقد هي الفنانة العربية الوحيدة اللي عندها ثلاثة World Music Award. بالنسبة للبراندز اللي إليسا كانت الوجه الإعلاني تبعهم، طبعا إليسا ولا مرة هي سعيت وراء أي براند ولا أي حدا أنه هي تاخد أو تسأل أو تطلب. كل البراندز كانوا يجوا لعندها، وطبعا هيدا الشيء كان كله بحكم نجاحاتها وبحكم شهرتها الكبيرة اللي بكل العالم العربي وصلت لها. وطبعا هيدا خلى كل البراندز يجوا ويطلبوا منا انه تكون هي وجه اعلامي تبعهم. وطبعا هي عملت اعلانات لكتير، فينا نقول بيبسي، عندك الفوغ، ريبن كاي جلاسز، ساعات كورم اللي هن ساعات انترناشنال، وعندك كمان صابون لوكس كانت ببداياتها بعد وبلشت بالاعلانات كمان، وطبعا مجوهرات لازورد اللي هن بغنى عن التعريف. يعني هذه
فعملت اعلانات ل كثير براندز كثير كبار. طبعا ساعدوها البراندز بطريقه انه يكون في عندها تصوير دعايات لهم، وبنفس الوقت طبعا يعني بعتقد هي علت كثير منهم واستفادوا كثير منها، ولو ما هيك ما كانوا لهلا ثلاث ارباعهم بعدهم عم بيجددوا معها كل سنه، وضل اللي هي الوجه الاعلاني تبعهم. يا مرايتي من كم سنه لليوم انا كم مره خسر. هلا فيديو كليب يا مرايتي كان موضوعه كثير 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 كبير وكثير مهم، وبعتقد اليسا نجحت وعرفت كيف تستعمل غنيتها، واللي هن على طول بيقولوا الفنانين انه الفن هو رساله، وبعتقد هذا الشيء اثبتته بطريقه كثير كبيره بفيديو كليب يا مرايتي، اللي هو كان فكره المخرجه انجي جمال لما اقترحت انه ينعمل الفيديو كليب عن تعنيف الامراه، واللي هي نحن بعالمنا العربي موجوده بعتقد بكثره. فبعتقد اليسا قدمت صوره كتير حلوة عن التعنيف، وطبعا قدمت رسالة وساعدت جمعية كفا اللي هي جمعية لبنانية اللي هي بتعنى بمساعدات أي امرأة معنفة، وطبعا أنا ضد اللي بيعنفوا الامرأة كمان، وبعتقد يا مرايتي قدم شيء كتير كبير لهذا الموضوع، وكان كليب كتير حلو صراحة، وإليسا فرجتنا فيه انه هي عندها كم كتير كبير وشطارة بالتمثيل كتير كبيرة، مع أنها بترفض على طول العروضات اللي بيجوها أنه تمثل، بس بهذا الكليب بعتقد فرجتنا أنه هي فيها تكون ممثلة قوية وقديرة. كسري صمتك وما تكسري صورتك بالمراية. هلأ السوشيال ميديا بعتقد هو هلأ ولا بعدين رح يكون يمكن المنبر الوحيد للفنانين اللي عم يقدروا يعطونا أخبار صادقة عنهم بدون ما نروح للمجلات وللصحافة ونصير نقول صحافة صفرة وصحافة بيضة وسودة وما بعرف شو. فبعتقد لسه عرفت تستغل وعرفت تستعمل إذا بدنا نقول سوشيال ميديا بطريقة كتير منيحة، والتويتر بعتقد هو الأكثر شيء محبب لإلها، إنستغرام تستعمله لإلها ولرفقاتها، صحيح بتحط صور It's not private، بتحط صور عنا وعن ظهراتها مع أصحابها وعن حياتها بتويتر، شي فولوز هير فانز كمان، وهذا الشيء كتير حلو من اليسا، وكتير بيكون في عندها تفاعل كتير كبير مع الفانز مع الناس اللي بيحبوها. ف سوشيال ميديا كمان اليسا هي بعتقد اكثر فنانه عربيه عندها فولوورز، ان كان على تويتر عندها almost around 10.8 مليون اللي هي نمبر 1 بالتويتر، كمان نفس الشيء بالفيسبوك عندها 21 مليون وكمان هي نمبر 1 على الفيسبوك، وبانستغرام عندها 6.8 مليون. فأكيد هذا كمان كتير بيدل على محبينا وقدي عندها جمهور وقدي عندها شعبية، لأنه هول الأرقام ما أجوا من خيال، أجوا من ناس بيحبوها، أجوا من فانز، أجوا من ناس بيحبوا يتابعوها ويعرفوا أخبارها. بسنة 2015 خسرت خيي اللي هو خيي أكبر مني وهو خيي الوحيد. هلأ يمكن في كتير ناس كانوا حدي وكانوا عم بيساعدوني ويدعموني، بس كفان لإليسا وكشخص مقرب لإلها وكشخص هلأ هالقد بحبه وهالقد بيعني لي، لما يكون بهيك موقف شخص كتير بيرسونال كتير يكون يعني واقف حدك، كتير شغلة كتير كبيرة بتعني لي كتير. يعني في أولى إليسا ما تركتني ولا نهار، كانت كل يوم تحكي معي وكانت كل يوم تبعت لي مسجز وتسأل عني وتقلي إنه I'm here for anything وتسأل عن أهلي وتطمن علي وعنهم. هذا الشيء كتير عطاني إذا في أقول هيك كبرة أكتر بنظري، مش بس كفنانة كإنسانة، لأنه هون نحن ما عم نحكي لا عن ألبوم ولا عن كليب ولا عن غنية، عم بحكي عن حياتي الشخصية أنا اللي هي شيء وصار شيء معي كتير كتير صعب. فدعمها لإلي كان كتير مهم وكتير عطاني دافع صراحة تقدر اتخطى شوي اللي صار، وطبعا بتشكرها كتير على الحكي اللي كانت لي إياه وعلى الدعم اللي كانت تعطيني إياه.